بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم في قناة ميليتاري إنسكوب. عزيزي المشاهد، المعدن الأصيل بيظهر وقت الأزمات. كلنا عارفين إن الجزائر من أوائل الدول اللي بعتت فرق إغاثة لتركيا وسوريا وقت أزمة الزلازل، والآن مع أزمة جديدة في السودان والاشتباكات قائمة بين جيش السودان وقوات الدعم السريع، لجأ أشقاء من فلسطين إلى سفارة الجزائر في السودان من أجل تأمينهم. وبالفعل استقبلت سفارة الجزائر الأشقاء الفلسطينيين بصدر رحب، كما قام سفير الجزائر بوصف الفلسطينيين إنهم جزائريين، وكمان تعامل السفير الجزائري معهم كأنهم من أبناء الجزائر، وقام السفير الجزائري وطاقم السفارة وعائلاتهم بركوب الحافلة مع الفلسطينيين، والحافلة الأخرى كان بها مواطنين جزائريين. يعني سفير الجزائر ركب مع الفلسطينيين، واخد بالك؟ وده تأكيدا على اهتمام السفير الجزائري بالجالية الفلسطينية كأنها جزائرية. الرحلة استغرقت 20 ساعة وسط الاشتباكات والنيران والتحليق الجوي المكثف، حتى وصلوا بالنهاية إلى مدينة بورسودان. وتحملت سفارة الجزائر تكاليف الرحلة كاملة، رغم ارتفاع أجرة الرحلة إلى أضعاف مضاعفة بسبب ظروف الأزمة اللي بتعيشها السودان. اللي قال الخبر ده مش مسؤول من الجزائر، اللي قال الخبر ده هو الدكتور الفلسطيني أسامة الأشقر، وهو مؤرخ وروائي ومستشار سياسي في مركز الدراسات. الدكتور الفلسطيني وجه تحية لرئيس تبون ووزارة الخارجية وسفارة الجزائر في السودان، واعتبر ان اللي حصل ده دين في اعناقهم لن ينسوه للجزائر اللي بيحبوها وبيحترموها. عزيزي المشاهد، علشان كده انا بحب الجزائر وبحب اتكلم عنها. حفظ الله الجزائر، تحت الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.